راح يكون للعائلات شويه تنفس من حيث يعني الاسعار، كذلك انه كي يجيو يزوروا هذا المعرض اللي راح يدوم الى غايه نهايه شهر سبتمبر من الساعه 8 صباحا الى غايه الساعه 8 ليلا، وممكن انه نزيدوا يعني في الوقت لما بعد 8 ان كان يعني فيه مواطنين يقصدونا وعليه، فمليح انه راح يتسوقوا هذه العائلات وراح يدي كلش واش يحتاجوا الابناء نتاعهم.